الإنسان ونلتقي على النقاط المشتركة. تعالوا إلى كلمة يمكن يعني يمكن يفرون الله ما يفرون، هذا بقى مشيئة الرب. أحداث بدي أحكي هالطرفة هاي صارت معي بمسال هلا بدي أركب من الساعة، أخذ الأخوة الديريين اللي شو هذا الفانتوم، هي أكلة هي لبسة هي شيء يعني بصراحة إلى حدثت في بلادنا في عام 1928 توفي البطريرك جنازة. السؤال لماذا كل هذا الأثر الطيب لتركوا ذاك الرجل؟ نظمت بين لهالجلسات القيمة والبلدان استخدم هالخطاب فعليا وربما في أماكن نجح فيه. تعتبر هاي النسخة السادسة اللي بنقوم فيها. المنتدى كان على مدار 3 أيام تحت شعار سلام مشاركة انسجام. طبعا حاورنا عدة محاور من خلال الأيام فعاليات المنتدى اللي هي الشباب والشأن العام، العقد الاجتماعي، الشباب والبيئة، بالإضافة إلى خطاب الكراهية، وسلطنا ضوء على قصص نجاح موجودة بالمنطقة. طبعا بخصوص الاستهداف، نحن استهدفنا عدة مكونات من السرياني، الإيزيدي، المسلم، من العربي والكردي، بالإضافة لراعينا المناطق، اختلاف المناطق اللي موجودة بالجزيرة. قارني وتقيمني حسب الزمان والمكان اللي أنا عايش فيه، ما تيجي تقارني. والإجراءات، الخطط، حتى التوصيات اللي اتخذتوها. طبعا في كثرة على لا ما بدي اقصر فيه. من المؤسسات الدينية عندنا في شمال شرق سوريا اعاتب عتب هذه خطوات حتى اصل لجواب الاخت هيلين معو التي سالت. بعدها في عام 2018 نشأ مؤتمر الاسلام الديمقراطي. محاية لخطاب الكراهية، اعطيني شيء افضل افضلية. احنا بهالدنيا في الأستاذ قال إذا بدنا مجتمعنا يكون فيه تآخي وسلام ننطلق من كلمة واحدة اللي هي المحبة. الأدوات الأساسية أنه نحن ننطلق الواحد من ذاته. يعني أنا لما من منطلقي أنا أنه أول شيء أقبل الآخر، هذا الشيء راح يحد من الكراهية. لما أنا يكون عندي فعلا نقطة كتير جوهرية أنه أنا أقبل الآخر مثل ما هو، ما أريد ألونه بلوني أو أصبغه بالصبغة تبعي، أخليه يكون مثل ما هو لكن أنا أقبله. بنفس الوقت أنا بدي يكون عندي شغلة واحدة أنه أنا أغفر للآخر لما يكون عندنا منطلق الغفران. طبعا هلأ أنا بحكي منطلق دوري أنا كراعي كقصد الكنيسة، بحكي أنه نعزز المحبة، لما نزرع المحبة في جيل الشباب وهن بدورهم يزرعوا. لما أنت تزرع وردة أنت عم تقلع شوكة بغير مكان، فأنت لما كل ما نزرع ورود راح تكون الأرض أفضل، ولما نقبل الآخرين راح يكون فعلاً مجتمعنا أفضل. يعني كتير في أشخاص يقولون أبدأ بالفكرة، الفكرة إنه أنا كنت متطوع. ماهر الجاوي اللي هو مدير مركز لسان، نسمع كمان التجربة. الأخوالات على هاي الدعوة وشرف. دورت على حدا يعرف لغة برايل، ما لقيت، تواصلت مع كذا جمعية بالشام أو حمص، من الناس اللي ما كنت أعرف التوحد بصراحة. شفنا إنه الأغلبية التوحد ما. وما ننسى التضحيات اللي ضحوا لنقل مثل هالقاعدة. أنا صيدلي بالمالكية، كنت أنا درست لهون، كنت عميد أكاديمي تبع دراسات لهون. طبعا بس هي الشباب نفسهم حاجة الدعم. أول نقطة لازم يدعموا نفسهم بنفسهم، والشباب تدعم الشباب. يعني كل مثلا أنا أقول لك كموضوع الدول بالمنتدى مثل موضوع المرأة، إذا المرأة ما دعمت المرأة ما رح تدخل. الشباب هن كمان نفسهم بنفسهم لازم يدعموا بعض، بالإضافة إلى دعم الإدارة كمان لهم، أكيد لهم دور. نحن كسوريين بعضها ببعض لكي يتم تسجيل حدودهم، حلب، دير الزور، الموصل، كركوك، ولكن أيضا خاب فألهم. إن شاء الله أخذوا ماذا فعلوا في أوطاننا، توحدوا أنتم.